رائحة الموت التي عبقت في هذه الشوارع لأشهر عديدة لن تستطيع سلب الحياة من حي الانتصار شرق الموصل من جديد. قهقهات هؤلاء الأطفال وحماستهم لعيش غد أفضل ستمحو مظاهر الموت التي فرضها مسلحو داعش على الموصل. رايات الإرهاب التي انتشرت في المنطقة أزيلت أخيرا لتظهر مكانها معالم الحياة والأمن. مسلحو داعش دحروا من حي الانتصار لتذهب معهم العادات المتشددة التي فرضوها على من صمد في أرضه. محل الحلاقة هذا الذي اعتقل صاحبه إثر حلقه ذقن أحد المواطنين عاد ليفتح أبوابه من جديد. منعوا الزيان، منعوا القزح ومو قزح، الخيط ما أعرف شنو، يوميا يطلعوا لك بسالفة يعني ممنوع. دواعش ما يخلونا زين هيك بعد. ماكو زيانة، ماكو هيك أبد نهائيا. اللحية تطول، ماكو تحديد، ماكو شيء، شعري طول، كله ماكو هذا. يعني لا سكسوكة ولا شيء، كل شيء ماكو. وسته راحوا عن زين. كخطوات هؤلاء الأطفال الصغيرة يعود المدنيون تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية، حياة يأمل أبناء حي الانتصار أن تحمل لهم السلام والأمان.